إذا مشاهدينا الكرام نتمنى أن تكون المعلومة قد وصلت صحيحة لكم. السباق الذي كان مقررا أيام 29 و30 تم تقديمه أسبوع واحد قبل ليصادف السباق 22 و23، كما تنوه اللجنة أيضا على السادة الراغبين بالمشاركة في سباق الثنايا والحيل والزمول بالتسجيل يوم الغد. سيبدأ التسجيل في يوم الغد وسيستمر بدءا من يوم الأحد وسيستمر إلى يوم الثلاثاء، أي سيكون التسجيل 3 أيام، أيام الاثنين والأحد والثلاثاء. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، والكلمة تنتقل للزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل سعد بن مثلع العتيبي. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، وانطلق قبل قليل الشوط، انطلق قبل قليل الشوط السادس، وهذا الشوط خاص للجذاع القعدان وهو الثالث لهذه الفئة في هذه أو من هذه الفترة المسائية. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، ضبيان لفهيد بن محمد بن زيد الحايف يحتل المركز الأول ويسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. ننتقل انتقاله إلى المركز الثاني لنرى صاحب المركز الثاني اللي تقدم واحتل المركز الثاني، الطيار. الطيار من يسيطر على المركز الثاني، العبد الهادي بن حمد بنت ريحيب بن نايفة، ونقله على المركز الثالث. وقبل أن نذيع الثالث نذكر الأخوة الأعزاء بأننا سنتوقف بعد هذا الشوط لأداء فريضة صلاة العصر، وبعد أداء الفريضة نواصل بقية أشواط هذه الفترة المسائية. النقلة على المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث مساح لراشد بن عبد الله المستور، واللي يلي مساح في المركز الرابع، في المركز الرابع يلي مساح اللي تدخل واحتل المركز الرابع، هذا هو شاهين لراشد بن معجب بن محمد الخيارين يحتل مساح المركز الرابع. والمركز الخامس الذيب لفرج بن ناصر بن حفيظ، وهذه نتيجتنا أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى. وانتظروا الأسماء التي لم يحن موعد دخولها من الجذاع القعدان المشاركة خصيصا في هذا الشوط، ونعود إلى التغيير الذي طرأ وجرأ على مقدمة الشوط من قبل ظبيان لفهيد بن محمد بن زيد بالحايف. ولكني أرى أيضا هناك من يتسلل على حساب ظبيان ليخطف المقدمة، شاهين لراشد بن محمد بن معجب الخيارين، انتقل انتقاله ممتازة إلى الصدارة. اللي يليه في ثاني المراكز هناك مساح لراشد بن عبد الله المستور يحتل المركز الثاني. المركز الثالث ظبيان لفهيد بن محمد بن زيد بن حايف يحتل المركز الثالث أو بالحايف، ولكن ينخطف من قبل مبعد لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري. مبعد احتل في هذه اللحظات المركز الثالث، المركز الرابع لسيد محمد بن خالد العطية ومنصور عبد الله بن علي العطية، واسمه راهي، من يحتل المركز الرابع لعبد الله بن علي العطية. المركز الرابع أو المركز الخامس في هذه اللحظات الذيب لفرج بن ناصر بن حفيظ، وهذه نتيجتنا أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى. ونعود إلى الصدارة، ونعود إلى مقدمة الشوط، ونعود إلى المعركة القائمة والتنافس القوي على الصدارة. الذيب وكذلك مساح مسوح لراشد بن عبد الله المستور يخطف المقدمة في هذه اللحظات. يا سلام يا مساح، مسح ميداني هنا على مقدمة الشوط من قبل مساح وشعار راشد بن عبد الله المستور. ويا المستور أرى أعداد كثيرة، والله يعينك على الضغط القادم عندما نقترب من الكيلو الأخير. يا سلام، الله هو للواصلين والملاحقين. شاهين لراشد
بن معجب بن محمد الخيارين، وأيضا ينطلق انطلاقة ممتازة في ثاني المراكز، ولكن مساح يبدأ في هذه اللحظات مع الكيلوين مترين الأخيرين بالابتعاد وبالانطلاق إلى خط النهاية. يا سلام يا سلام، المركز الثاني شاهين لراشد بن معجب بن محمد الخيارين، والمركز الثالث مبعد لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وراهي يحتل المركز الرابع لعبد الله بن علي العطية، والخامس في هذه اللحظات شاهين لعبد الهادي بن حبيشة النابت. وهذه النتيجة أيها الأخوة الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، وأرى أعداد لم يحن وأسماء لم يحن موعد دخولها. نعود إلى مساح، يا سلام، 1500 متر ومساح يسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور بشعار المستور، بشعار المستور راشد بن عبد الله المستور. يا سلام يا مساح، إشعاره ممتاز وأداءه رائع وانطلاقته ممتازة وأيضا مضمره ممتاز اللي وصله إلى هذه المواصيل بحيث أنه يقود هذا الشوط، ولم تصدر عليه الأوامر حتى من خلال الجهاز إلا سلكي مبند. أشوفه أنا المستور مبند الجهاز، يا سلام، مريح في الصدارة، ولكن أول الواصلين في هذه اللحظات شاهين لراشد بن معجب بن محمد الخيارين. وقادرنا أو في هذه اللحظات نشارف على لوحة الكيلومتر الأخير والخطير. يا سلام، هنا قعود يتسلل الثقيل لسعود بن كليفيخ العتيبي، يتسلل إلى المركز الثالث الشارد للسيد علي بن راشد المناع، انتقل انتقاله ممتازة إلى المركز الثالث، ولكن بن حبيشة أيضا يتسلل مع شاهين عبد الهادي بن حبيشة بن نابت، وأيضا أول نداء لعز الجيش لعلي بن راشد بن شابل المري. هذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء، شعار بن عقيل يتدخل وشعار بن حفيظ يتدخل والشارد لسعود بن كليل، الشارد لعلي بن راشد المناعي أيها الأخوة الأعزاء. ولكن مساح، يا سلام، انطلق أيها الأخوة أيها الأعزاء، مساح مساح، يا سلام يا مساح، الله يا مساح مساح، بدأت الأوامر في هذه اللحظات، ما شاء الله، أعلن الإقلاع أيها الأخوة أيها الأعزاء إلى خط النهاية. يا سلام، انطلق انطلاق ذاتي وانطلاقة ممتازة، والجماهير يشاهدونه والمشاهدين يشاهدونه عبر الهواء مباشرة. 300 متر الأخيرة، يلا يا المستور، يلا يا المستور، جمهور مساح يبغون عرض من عروضه. يا سلام، مشكور يا المستور، مشكور يا راشد بن عبد الله المستور. يا سلام يا مساح، يا سلام يا مساح، منذ البداية وهو يسيطر على ناموس هذا الشوط وبفارق كبير للغاية عن بقية المنافسين. تهانينا لحظات الوصول، الله، تهانينا والناموس لراشد بن عبد الله المستور على فوز مساح وانتزاع الناموس هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لراشد بن لراشد بن معجب بن محمد الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لعبد الهادي بن حبيشه النابت، ومن احتل المركز الثالث. المركز الرابع عز الجيش العلي بن راشد بن شابل المري. المركز الخامس، المركز الخامس الطيار لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه. وهذه النتيجه ايها الاخوه ايها الاعزاء للخمس المتقدمه الاولى، وشاهدنا انطلاقه مساح الى خط النهايه، الانطلاقه الموفقه إلى خط النهاية، وقطع المسافة مساح في 8 دقائق 8 ثواني 19 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن عبد الله المستور على فوزه وانتزاع على ناموس الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، ننتظر لحظات وصول المركز الثاني شاهين، قطع المسافة في 8 دقائق 16 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا الراشد بن معجب بن محمد الخيارين على فوز شاهين بالمركز الثاني. المركز الثالث شاهين، قطع المسافة شاهين في 8 دقائق 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية.
تهانينا لمالك شاهين عبد الهادي بن حبيشه النابت المري. وفي هذه اللحظات نتوقف لاداء فريضه صلاه العصر ونتواصل باذن الله بعد اداء فريضه صلاه العصر.